هذا الصدد، فإن حركية وكثافة العلاقات متعددة الأشكال بين الجزائر وفرنسا، والتي نتطلع إلى تحقيق طموحنا في إعطائها بعدا متميزا بل واستثنائيا، هي اعتبارات تستوجب دعما فعالا عن طريق ضمان تنقل أفضل الأشخاص بين البلدين. ولا بد من القول فيها في إطار مبدأ الصراحة الذي نتقاسمه، أنه يبقى من الضروري بذل مجهودات أكبر من أجل الوصول إلى أحسن السبل الكفيلة بتسهيل حركة تنقل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا. وأظنكم تتفقون معي في أن هذا الجانب يبقى جوهريا بالنظر إلى المستوى الاستراتيجي الذي نريد أن نعطيه للعلاقات بين بلدينا. ولا شك أن إعلان الجزائر سيسمح بتحديد ملامح تعاون أكبر في هذا المجال من خلال تشجيع التنقل بين البلدين لفائدة شرائح معينة، غير أن هذا الانفتاح يبقى بحاجة إلى التعميم ليشمل فئات أخرى، خاصة من أجل تسهيل التواصل بين العائلات بين البلدين. وإن الشراكة المميزة والاستثنائية التي نتطلع إليها لا يجب أن تصطدم بصعوبات من السهل تجاوزها، على غرار مسألة التأشيرات أو مسألة الخريطة الأمنية المنجزة من قبل السلطات الفرنسية والتي لا تعكس حقيقة جزائر اليوم. ولذا يتعين علينا إعادة بعث الحوار حول المسائل المتعلقة بتنقل الأشخاص والهجرة وإعادة قبول الأشخاص طبقا لإعلان الجزائر في ظل جو تطبعه الثقة والبراغماتية. ونؤكد لكم بهذا الشأن عزمنا على العمل سويا حول هذه المسائل، ذلكم أن الجزائر وبالرغم من الوضعية الصحية التي عرفها العالم قد أبانت دائما عن إرادة حقيقية في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق التزامها الشامل حول هذه المسألة.